يعطيكم العافية. بهذا الفيديو رح نحكي عن طريقة الفينشينج والبولشينج لأربع قواطع علوية عملناها للحنة دايركت كومبوزيت. أول مرحلة لحنة عملنا هون زلنا كافة الكاريز الموجود وعملنا ايزوليشن بالربر دام مثل ما شايفين هون. وهلأ لحنة بنينا أول مرحلة، بنينا بترانزلوسنت كومبوزيت، كومبوزيت شفاف الحد القاطع، واخذنا اطوال الاسنان. وهون ركبنا احنا اليونيكا ماتريكس حتى نبني الجدران الجانبية مثل ما شايفين احنا هون بعد ما فكينا اليونيكا. طبعا هون بنيناه بكومبوزيت بودي A2. وهون بعد ما طبقنا احنا الدنتين A2، وهون طبقنا احنا بودي من القسم العلوي والقسم السفلي لون انامل. وهلا احنا مرحلة الانهاء. اول شيء احنا عملنا بالاركنسز ستون لجهة البلاتال، وبعدها استخدمنا لحنا الاي في اي ديسكات المطاطية. طبعا هاي الديسكات بتعملنا صقل ممتاز. مثل ما عملنا لحنا اول شيء عملنا فينيشنج للناحية البلاتال. رح ننتقل هلا انتقلنا لناحية الليبيال للأسنان. أول مرحلة رح نعمل تسوية للسطح الشفوي للأسنان أو سطح الليبيال للأسنان. قسمناه احنا على ثلاث مستويات. المستوى اللي هو عند العنق السن أو السيرفيكال سيرفيس، هذا رح نعمل بشكل مائل شوي بحيث انه هو يعطينا هذا الشكل السطح تحدب بسيط بيساير شكل السن الأساسي. مثل ما شايفين احنا نستخدم بير تيبرد، يعني هي لون أحمر، هي أفضل من لون الأصفر لأن هون تعطينا تحكم أفضل وحتى ما يصير في أي انزلاق. يفضل أنه يكون لو سبيد. مثل ما شايفين احنا بعد ما عملنا القسم السيرفيكال، هلأ عم نعمل لحنا القسم اللي بالميدل للسن. هون بده يكون تقريبا انه يكون شبه مستوي. وهلأ القسم الاخير هو قسم الحد القاطع. مثل ما شايفين كمان هون لحنا رح نميل شوي ايدنا بحيث انه نعمل تحدب بسيط ناحية حافة السن. هيك صار عنا نحن تقريبا ثلاث مستويات من ناحية الليبيا للأسنان بحيث انها هي تعطينا شكل محدب بسيط لهذا السطح، وهذا رح يعطي جمالية للسن وأقرب للناحية الطبيعية. هلأ طبعا مرحلة مهمة انه نحن نرسم شيء اسمه transitional line اللي هن خطوط الانتقال. هي شو هي الخطوط الانتقال؟ هي اللي بينعكس عليها الضوء اكتر شيء، هي راح تبين انعكاس الضوء. مهم كتير انه نحن نساويها ونحدد هاي الخطوط لان هي بتعطي جمالية للسن، ونحن بنحسن نلعب بهاي الخطوط نتحكم بعرض السن يعني بانعكاس الضوء، بتعطي مظهر انه للسن عريض او رفيع حسب ما نحن نحدد هاي الخطوط. وراح نعمل احنا تناظر بين الجهة اليمنى والجهة اليسرى. هلا بعد ما حددنا احنا هي الخطوط راح نعمل بواسطة نفس البير مثل ما شايفين احنا الحدود الجانبية، الاسطح الجانبية راح ناخذ منها بشكل بسيط من كلا الطرفين للسن، محاولة انه احنا عم نرسم هالخطوط ونظهر هي الخطوط اللي رسمناها. فنحن رح ناخذ منها على يمينة ويسارة بشكل بسيط بالسطوح الجانبية بزاوية 45، وبالمركز عم نعمل احنا تقريبا بدون زاوية، عم نعمل احنا لتحديد هذا الخط، هذا خط الانتقال.
نحن هالعملية هي منعيدها عدة مرات، وممكن نحن نستخدم فيها الديسكات الورق الزجاج حتى تعطينا يعني الصقل أفضل، والأفضل ما نستخدم نحن يعني إذا كان الديسك جديد وخشن، هذا يعني بيؤدي لأنه هو يعني يعمل أزل هذا السطح، فنحن الأفضل نستخدم يعني يكون الخشونة وسط، ما يكون خشن كتير. مثل ما شايفين الطريقة شلون احنا عم نعمل للسطوح الجانبية. كمان هون السطوح القريبة من عنق السن، كمان بالديسكات ممكن نستخدم نحن ديسكات أصغر. وهلأ كمان رح نستخدم نحن كمان ديسكات ورق زجاج، أقراص ورق زجاج. بس هون كمان هلأ رح نستخدم أنعم، قرص أنعم شوي لحتى نحن نحدد الحدود القاطعة للأسنان والزوايا القاطعة، انسايزل ايدج والانسايزل انجل بشكل مظبوط. راح نعمل لازم ما يكون احنا عنا نستخدم ديسكات خشنة حتى ما تؤدي لزوال هالزوايا، راح نكون دقيقين كتير ونرسم هالزوايا رسم شي يتناسب مع عمر المريض ويتناسب مع بقية الأسنان. مثل ما شايفين احنا عم نرسم الزوايا، الزوايا طبعا الميزيال بتكون غير الديستال، الميزيال بتكون حادة شوي، الديستال بتكون فيها دوران اكتر. وهلا احنا بعد ما انتهينا من الحواف والتحديد الخطوط الانتقال، هلا رح نجي لنقاط ثانوية تشريحية، هي الفيرتيكال جروفز والهوريزونتال جروفز. الفيرتيكال مثل ما شايفين احنا رسمنا خطين بمركز السن، وهن هدول على شكل مثلثين مثل ما شايفين، واحد من جهة الميزيال واحد من جهة الدسال، من جهة الدسال بيكون أصغر شوي من جهة الميزيال. بعد ما حددناهم نفس البير اللون الأحمر، راح نكون مثل ما شايفين إذا استخدمنا سرعات بطيئة راح تعطينا نتيجة أفضل، لأنه إذا سرعة التوربين العالية ممكن تعملنا أزل السطح. بنعمل تمادي لحنا بين هالجروفز وسطح السن بحيث ما يكون في يعني درجة واضحة. وهلأ احنا بواسطة كمان أقراص المطاط الـ ABE كمان احنا رح نعمل دمج لهالجروفز مع سطح السن. مثل ما شايفين مع اتجاه الجروفز نحن عم نشتغل بالمطاط. طبعا يفضل مع التبريد يكون الشغل. وهون احنا ممكن نحط احنا معجون بيحتوي على اكسيد الالمنيوم حتى يعملنا صقل اكتر للسطح
السن. وملاحظ شلون حصلنا على سطح لامع ومصقول بشكل تمام. ملاحظ سطح البلتة للأسنان. ملاحظ هون شلون احنا عنا الفرينم تبع الشفة العلوية، لجام الشفة العلوية شلون توضعه منخفض، وهي كل ما عم تحرك يعني شفت المريضة عم بصير سحب للببيلة اللي هون. رح نعمل له نحن قطع تالي. شكرا شكرا لحسن لحسن استماعكم. استماعكم.